لايف. اهلا بحضراتكم. اهلا بك شاذ. اهلا بك نهى. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. والى التفاصيل. لليوم الرابع على التوالي وصلت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب تلقي أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة، حيث أعلنت الهيئة عدم تقدم أي مرشح حتى الثلاثاء بأوراق ترشحه. من جهة أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية استبعاد رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق مستدعى سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين، وذلك بعد إثبات مخالفته للقواعد العسكرية. وصلت الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات الرئاسية فتح أبوابها أمام المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية، وقد شهد اليوم الرابع عدم تقدم أي مرشح بأوراقه للجنة المشكلة من الهيئة الوطنية. من جهة أخرى، قررت الوطنية للانتخابات استبعاد اسم الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين، وذلك نظرا لكونه لا يزال محتفظا بصفته العسكرية والتي تحول دون مباشرته للحقوق السياسية المتمثلة في الترشح والانتخاب طبقا للقانون. قرار الهيئة يأتي بعد أن أصدرت القوات المسلحة بيانا أكدت فيه أن عنان لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة، الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة. الهيئة الوطنية أعلنت أن عدد تأييدات المواطنين بمكاتب الشهر العقاري لمرشح الانتخابات الرئاسية بلغ 917,000 تأييد على مستوى مكاتب الشهر العقاري بالجمهورية. هذا وقد وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلب 27 منظمة حقوقية للمجتمع المدني لمتابعة الانتخابات الرئاسية وجاري فحص أوراق باقي المنظمات. وللمزيد معنا على الهواء مباشرة اللواء محمد زكي الألفي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا. أهلا بك معنا سيادة المستشار. بداية، كيف ترى أجواء وتفاصيل اليوم الرابع على التوالي لفتح باب تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية؟ بالنسبة يعني النهاردة عدى مجموعة أيام، كل اللي بيدور فيها دلوقتي كله طبقا لما هو وارد في من الهيئه او ما هو صادر من الهيئه القوميه للانتخابات بالنسبه للمرشحين جميعا. اما بالنسبه لخصوص الوضع الاخير بتاع السيد الفريق سامي عنان اللي هو الخاص به اعلن ترشحه دون ان يتقدم بالمصوغات اللازمه او دون ان يتقدم إلى الإدارة أو الهيئات أو الجهة المختصة في القوات المسلحة عشان يصدق منها على دخوله إلى الانتخابات أو نزول للانتخابات. فالحقيقة واضح دلوقتي من الإعلان والبيان الذي صدر من القوات المسلحة أن هناك مجموعة من المخالفات قد تمت، مما يستدعي استدعاء سيادته للجهات الاختصاص للوقوف على الأسباب، هذه الأسباب التي لم يقم بها أو يتقدم بها. نعم. طيب، فيما يتعلق أيضا بمشهد آخر في هذه الانتخابات واليوم الرابع بالتحديد، الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يعني طلبات ما يقرب من 27 منظمة حقوقية للمجتمع المدني لمتابعة هذه الانتخابات. على ما ترتكز نقاط الارتكاز الأساسية التي تختار على أساسها هذه المنظمات؟ يعني هو الاختيارات دي اكيد علشان خاطر تغطي العمليه الانتخابيه وتؤكد على عمليه الشفافيه وعلى عمليه العداله في التصويت وعدم التدخل وعدم اجراء او اي مخالفات من اي جهه، وتؤكد الشفافيه من جمهوريه مصر العربيه امام العالم كله. واعتقد ان ده اجراء ضروري ولا بد منه ليؤكد هذا الاتجاه. وجميع الجهات المختصة سواء كانت بالنسبة لهيئة الانتخابات أو بالنسبة للأجهزة المختصة هي لا يهمها غير أن هذه الانتخابات تخرج بصورة مشرفة ومتميزة في ظل الوضع الموجود الحالي، وده شيء مهم جدا وواضح بالنسبة لجميع الدول أو جميع الجهات التي ستشارك أو ستشرف أو ستكون متواجدة أثناء تنفيذ الانتخابات. أما الشروط بقى الواجب دي هم طبعا
يعني ما فيش شروط معينة بتقول ان دي جهة تبقى موجودة او غير موجودة، طالما ان لها موافقات ولا تتخذ الاجراء الشرعي والقانوني مع هيئة الانتخابات. عظيم. طيب سيادة اللواء، يعني وأنت مستشار أكاديمية الناصر العسكرية العليا، تعلم جيدا ما يحاك للدولة المصرية من دول خارجية، وأيضا هناك كارهون في الداخل لا يريدون لهذه الدولة المصرية التوفيق والنجاح والحالة الديمقراطية والحالة التنموية التي تعيشها الآن في ظل مشاريع عديدة، في ظل مشاريع قومية تنموية، في ظل خطط إصلاح في مجالات شتى. المشهد الانتخابي في ظل هؤلاء الكارهين في الخارج وفي الداخل، ما الباعث على قلقك أنت سيادة اللواء الآن في ظل ما يحاك للدولة المصرية، وأيضا إلى أي مدى أنت واثق في قدرة الشعب المصري على الاختيار الصحيح، على أن يقوم بهذه التجربة بكل تفاصيلها بشكل راق وبشكل فيه ديمقراطية وبشكل أيضا يبهر العالم كما أبهرنا العالم فيما سبق؟ ما الباعث على قلقك الآن والنهر جرت فيه أمور كثيرة ومياه كثيرة؟ الحقيقة يعني أولا يعني دعينا يعني قبل أن نتحدث عن القلق نتحدث عن الثقة بتاعتنا في الشعب المصري، واللي هو حضر مع مجموعة من الانتخابات سابقة، وآخرها كان انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس النواب، وإن شاء الله قادم انتخابات أخرى لانتخابات الحكم المحلي. فدي ثقة في الشعب المصري، وإن هو بينزل وإن هو يتواجد ده في البداية، وثقتنا فيه كبيرة جدا في تخطي أي أزمات داخلية. أما بالنسبة لما يقلق، هو القلق أن إحنا طول عمرنا نعلم أن العدائيات دائما تأتينا من الخارج، ولكن دلوقتي أصبحت مش ليست من الخارج فقط، ولكن هناك متربصين زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي في الداخل، ودول الأخطر لأن هم كمان مدعومين برضو من الخارج، من بعض الدول الموجودة في المنطقة ذات المصالح والنظرة المحدودة، والذين لا يتمنون لمصر التقدم والرخاء. الفترة اللي فاتت وحضراتكم كل الناس حتى المشاهدين حاليا شاهدوا المجموعة المشروعات الضخمة التي موجودة على مستوى الجمهورية بالكامل، والتي يتم افتتاحها بحضور جميع الأجهزة المعنية بها وجميع أفراد الشعب يشاهدها على شاشات التلفزيون وعلى بر وسائل الإعلام المختلفة، وهناك مشروعات أخرى سيتم افتتاحها برضو خلال الفترة القادمة. فهو الأخطر هو العدو الداخلي. المطلوب مننا أن احنا يكون عندنا وعي لمواجهة هذا، وأنا برضو مش بقول احنا عندنا، هو الشعب المصري الحقيقة على قدر عالي جدا من الذكاء ومن المسؤولية، ويعاون الآن الأجهزة بجميع فئاتها أو أنواعها أو أشكالها، سواء كان أجهزة لأمن الدولة أو أجهزة استخبارات أو أجهزة شرطة أو قوات مسلحة، بيعاونهم بأنه بيتقدم بالمعلومات عن هؤلاء الأفراد، وألا يستجيب لوسائل الإعلام المغرضة التي تسعى ليل نهار، مش عايز أقول بالطب الليل نهار، علشان خاطر هيحصل لهم استجابة من هذا الشعب، رغم كل المعاناة اللي ممكن نقول ان احنا الشعب بيعانيها واحساس السيد الرئيس بيها واحساس جميع السادة المسؤولين، ولكن الاستجابة بالنسبة لهم صفر ان شاء الله. وستمر هذه المرحلة وسيذكرها التاريخ انها ستكون مرحلة محترمة وجديرة بهذا الشعب وبهذه الدولة. عظيم أنك واثق في الشعب المصري، ونحن جميعا واثقين في قدرات هذا الشعب وفي فطنته وفي يعني هذه الفطرة التي وهبها الله لهذا الشعب المصري دائما. ماذا عن النخبة المصرية؟ ماذا عن الأحزاب السياسية في هذا المشهد الانتخابي؟ كيف ترى يعني اتجاهاته وميوله؟ كيف ترى هؤلاء في ظل مشهد انتخابي نحن يعني في بداياته حتى الآن؟
يعني ناخد مثل بالنهارده باللي تم النهارده والاعلان احد يعني مسؤولي الاحزاب الاستاذ حميده واعلانه للمواقف اللي كانت بتتم. انا عايز اقول ان الاحزاب احنا برضو كتجربه وزي ما اتقال برضو ان احنا لسه بننشئ او بنعيد بناء دوله مصريه حديثه، فكل هذا يعني احنا في الطريق ليه. الاحزاب الان لسه ليست لها تواجد قوي، ولكن احنا نتمنى ان تكون كل هذه الاحزاب قوه وان تتواجد في الشارع وان تساعد وان تساهم في تقدم ورخاء مصر وتوعيه الشباب، وهو ده اللي بيهتم بيه دلوقتي حتى النظام الموجود الحالي، الاهتمام بالشباب من كافه الوجوه. وانا شايف ان شاء الله يعني حاجات مبشره كويسه، المؤتمرات اللي بتتم لصالح الشباب واللقاءات اللي بتتم بالشباب ومساهمه الشباب في الحملات الانتخابيه وفي التوعيه، واساسا الشباب برضه يشارك في العمليه الانتخابيه ويدعو المواطنين ويدعو بقيه المواطنين ويساهم في انجاح هذا العرس ان شاء الله الديمقراطي اللي هو هينزل بيه الشعب بالكامل، ونجيب يبقى عندنا نسبه حضور عاليه، وبالتالي العالم يشهد بكفاءه وقدره هذا الشعب ومشاركته في العملية الانتخابية وما ينطلق عليه العملية الديمقراطية. صحيح، أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء محمد زكي الألفي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا على هذه المداخلة الكريمة. أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي الكشف الطبي استعدادا للتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أجرى الرئيس جميع الفحوصات الطبية وفق قوائم التحاليل التي حددتها المجالس الطبية المتخصصة، على أن يتم إرفاق نتائج التحاليل بنتائج الكشف الطبي وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 48 ساعة. أعلن عدد من قبائل السويس وجنوب سيناء تأييدهم ومبايعتهم لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات المقبلة. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد في السويس بحضور آلاف المواطنين وبحضور عدد من شيوخ وعواقل قبائل المحافظتين. في مؤتمر حشد أعلنت قبائل السويس وجنوب سيناء تأييدها ومبايعتها للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وذلك تقديرا منها لدوره في الظروف الراهنة. رسالة للسيد الرئيس نقول له، قبائل السويس وجنوب سيناء تقول لك أكمل على بركة الله، نحن خلفك. المؤتمر الذي أقيم بقرية أبو سيال بالسويس حضره جميع مشايخ وعواقل القبائل العربية بالمحافظتين وممثلون عن القبائل العربية في مختلف المحافظات والجمعيات الأهلية في السويس وقيادات تنفيذية وأمنية سابقة بالسويس ورجال دين ومئات المواطنين من أبناء القطاع الريفي بالسويس وعيون موسى ورأس سدر. بالسلام الجمهوري بدأت فعاليات المؤتمر الذي رفع خلاله أبناء القبائل لافتات بأسماء قبائلهم يعلنون خلالها دعم ترشح الرئيس السيسي، كما رفع عدد من الحاضرين صور التوكيلات التي حرروها لتأييد ترشح الرئيس الذين أشادوا بإنجازات خلال الفترة الماضية وتوقعهم تحسن الأوضاع في البلاد في الفترة المقبلة. الفترة القادمة فترة نماء ورخاء وأمن وسلام إن شاء الله. المؤتمر شهد أيضا توقيع قبائل السويس وجنوب سيناء على وثيقة لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك تقديرا وتثمينا لما قدمه الرئيس بحسب الوثيقة في التصدي لمحاولات زعزعة استقرار الوطن وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة واستعادة بناء الدولة المصرية. هذا وقد رصدت كاميرا أون لايف آراء عدد من المواطنين حول ترشح المرأة لمنصب رئيس الجمهورية. دولة مصر دولة عريقة، دولة كبيرة. من رأيي أنا الشخصي لا يصح إن مرشحة ترشح للرئاسة. أنا لما قريت تويت عن أوبرا وينفري هتنزل انتخابات 2020، أنا بصراحة يعني برشح حاجة زي كده جدا، وخصوصا لما تبقى حد زي أوبرا وينفري بنفس الكواليفيكيشنز بتاعتها، دي حاجة يعني أحسن بكتير. مصر يعني كلها المفروض إن أصلا عندنا قوات مسلحة وعندنا ناس كبيرة أفضل دكاترة ودكاترة جامعيين والكلام ده كله، فالمفروض إن الست يعني مش طبع المصريين والكلام ده كله إن هي تمسكها ست يعني. في المجتمع الشرقي ما يرشحش ست تمسك بلد زي مصر. أنا عايزة راجل من الحديد. عايزة راجل يعني يمسك البلد دي ماسكة من حديد عشان يقدر يصلحها ويقويها ويقوي شبابها ويقوي شعبها
بيقوي الاقتصاد بتاعها. احنا عايزين مصلحة مصر، عايزين مصلحة البلد، عايزين حد يكون كويس. بس يعني اول مرة اعرف ان الست برضه هتبقى رئيسة. هل هي هتبقى كويسة مع الشعب معانا ولا ايه؟ احنا عايزين كويس. شدينا نشرتنا مستمرة مع حضراتكم، نلقاكم بعد لحظات. إلى سياق حصادنا من جديد، أهلا بحضراتكم من جديد، حيث بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط وأهم المستهدفات المالية للفترة المقبلة. نعم، كما استعرض الاجتماع تقرير وزارة السياحة حول خطوات استكمال تطوير مواقع مسار رحلة العائلة المقدسة تنفيذا لمشروع إحياء هذه الرحلة بمدينة وادي النطرون. خلال اجتماعه الأسبوعي ناقش مجلس الوزراء مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين ومشروعات القوانين ذات الأولوية طبقا للأجندة التشريعية، دعما للتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. مجلس الوزراء اتخذ خلال الاجتماع عددا من القرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق، إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات برئاسة رئيس الوزراء، الموافقة على تعديل اتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، اعتماد توصيات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، الموافقة على إنشاء محطة طاقة رياح بمنطقة خليج السويس، الموافقة على نقل تبعية بعض المستشفيات إلى وزارة الصحة، الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج. كما ناقش المجلس الاستراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، حيث تستهدف الحكومة على مدى 3 سنوات المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي، وكذلك تحقيق فائض أولي سنوي مستدام، حيث من المستهدف زيادة معدل نمو الإيرادات عن المصروفات من خلال العمل على تحسين الإدارة الضريبية وتوحيد الإجراءات الضريبية. خفض العجز بقد إيه؟ خفض نسبة الدين للناتج المحلي بقد إيه؟ إيه الإجراءات المطلوبة لتحقيق مثل هذا الشيء؟ ده كنا عرضناه على المجموعة الاقتصادية، والنهاردة عرضناه على مجلس الوزراء بحيث إنه يكون فيه يعني نوع من أنواع الاتساق والتفاهم على تحقيق هذه الأهداف. طبعا أهمية هذه الأهداف أنه بتضعنا على مسار سليم، وبتحقق لنا فكرة أنه التصنيف الائتماني لمصر بيرتفع، وبالتالي قدرتنا على الحصول على تمويل بأسعار فايدة أقل وبشروط أفضل، ده بيتحقق بشكل كبير. من ناحية أخرى، قدمت وزيرة السياحة عرضا حول الخطوات المتبعة لاستكمال تطوير مواقع مسار رحلة العائلة المقدسة تنفيذا لمشروع إحياء الرحلة بمدينة وادي النطرون. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء قرارا بالترخيص بإنشاء منطقة تكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية. كما أصدر مدبولي قرارا بالترخيص بإنشاء منطقة تكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط. عقدت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، عقدت لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب. وأكد رئيس اللجنة على أهمية تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم. وقال السجيني إن مجلس النواب وافق على قانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة في اليوم الأخير من دور الانعقاد الثاني، وقال إن اللجنة تفاعلت إيجابيا مع الحكومة لسرعة الانتهاء من القانون الذي يتواكب مع قرار رئيس الجمهورية بالتصدي لعملية التعدي على الأراضي. القانون معني بتصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومعني بتقنين أوضاع اليد، وانتوا عارفين المسألة دي مسألة حساسة ومتشابكة، والحقيقة موروث ثقيل على النظام الحالي من عشرات السنين الماضية. الملاحظات مبنية حول يعني هل اللائحة بصورتها الحالية تحقق مبتغى وفلسفة القانون،
وهو تشجيع السادة المواطنين على أن هم يتقدموا بملفات لتقنين أوضاعهم، وبالتالي يحدث نوع من أنواع تحصيل مستحقات الدولة ويبقى في إيرادات طيبة للخزانة العامة، ويحقق أيضا السلم المجتمعي اللي احنا بننشد إليه، ويحقق أيضا مسألة قيد العقارات وبالتالي تنعكس على إيرادات الضرائب العقارية في المستقبل. هو ده الكلام وتم مناقشته، هو التحديات اللي بتواجه التطبيق على الأرض فيما هو متعلق بتقنين الأوضاع ومتعلق بالرسوم ومتعلق بتفويضات المحافظين ومتعلق بالتحديد تقنين الأوضاع والأرض والمساحات والإجراءات وما إلى ذلك. فالجلسة مفيدة جدا لأنه النواب يعكسوا للحكومة والوزراء والمحافظين نبض الشارع في هذا الشأن، واعتقد حتى معالي المحافظين موجودين برضو ادوا خلفية عن برضو التحديات اللي هي مواجهة للتطبيق. تقنين وضع الحائزين لأملاك الدولة اللي هم حائزين قبل صدور القانون 144 لسنة 2017، احنا قدمنا طلبات احاطة على اساس اللائحة اللي هي رقم 18 لسنة 2017، اللائحة الخاصة او قرار رئيس الوزراء بهذا القانون. انا حاسس ان هي ممكن يعني تظبط شوية عشان تعمل تيسيرات على المواطنين، يعني احنا عايزين نأمن الناس في معيشتهم في بيوتهم. شددت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على أن أقباط مصر بخير، وأن الوفاق الوطني المصري كان نموذجا فريدا وحضاريا في التصدي لكل العمليات الإرهابية. وقال نائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية إن المذكرة الصادرة عن اللجنة استوفت جميع النقاط المثارة في تقرير الكونغرس. احنا عقدنا جلسة استماع في البرلمان المصري وقررنا انه نعد تقرير للرد على مزاعم الكونغرس، وبالفعل يعني صدر بالامس تقرير ارسلناه الى مؤسسة الكونغرس من لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري بترد على كل الادعاءات اللي الخاطئة اللي استند اليها الكونغرس في تقريره، منها انه يعني عندنا عدد غير مسبوق من الاقباط موجودين في البرلمان المصري وفي الحياة السياسية بشكل عام، عندنا مسألة يعني صدور قانون فيما يتعلق ببناء الكنائس، عندنا كل الكنائس اللي دمرت في فترة الإخوان تم إعادة ترميمها، فبالتالي كل المزاعم اللي هو بيستند اليها غير حقيقيه. بالعكس احنا امام ازدواجيه في المعايير، لانه هؤلاء يعني هذه المؤسسه وغيرها لم يحركوا ساكنا عندما احرق الاخوان اكثر من 80 كنيسه، لم يتحدث احد عن ذلك، وبالتالي ده بيبرز ازدواجيه المعايير اللي موجوده واللي قائمه. قتل 6 من العناصر الارهابيه بعد تبادل لاطلاق النار مع قوات الامن اثناء مداهمه لاحد العقارات تحت الانشاء بمدينه العريش. جاء ذلك بعد ان تمكنت الشرطه من رصد وتتبع تحركات مجموعه من العناصر الارهابيه الضالعه في تنفيذ عمليات عدائيه بالعريش والوقوف على مخططاتهم للتصعيد بالتزامن مع ذكرى اعياد الشرطه. توجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها كان من خلال وضع استراتيجية أمنية، فبدون جهود الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة في التعامل الحاسم والسريع مع تلك المخططات لتضاعفت أعداد الهجمات الإرهابية وتزايدت أعداد الضحايا. وسط ركام الفوضى الإقليمية تتماوج ظلال العمليات الإرهابية، لكن باقتدار بالغ تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من خلال وضع استراتيجية أمنية محددة من توجيه ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتهم. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فإنه خلال عام 2017 تم ضبط نحو 200 إرهابي يعتنق بعضهم الأفكار التكفيرية والبعض الفكرة الداعشية، فيما ينتمي الآخرون إلى تنظيم الإخوان الإرهابي وأجنحته المسلحة حسم لواء الثورة طلائع حسم، فضلا عن مقتل حوالي 180 تكفيريا وإرهابيا وإحباط نحو 76 تفجيرا يستهدف كنائس ومنشآت حيوية. أبرز الهجمات التي تم رصدها كانت لحادث كنيسة القديسين والكنيسة البطرسية بالعباسية، حيث تم ضبط كل العناصر المدبرة والمنفذة للحادث، كما نجحت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء في التصدي لهجوم إرهابي مسلح مطلع عام 2017 شارك فيه ما يقرب من 20 عنصرا مسلحا. ومن بين أبرز النجاحات الأمنية مقتل قيادي في تنظيم أنصار بيت المقدس
متورط في زرع عبوات ناسفة بخط سير قوات الجيش والشرطة بالعريش، ومقتل إرهابيين متورطين في حادث الهجوم المسلح على كمين النقب بمدينة الخرجة بالوادي الجديد. وفيما يتعلق بالكيان الإرهابي المستحدث طلائع حسم، تم ضبط 12 من عناصره بالفيوم لتورطهم في الإعداد والتخطيط الفعلي لتنفيذ سلسلة من أعمال العنف، كما تم ضبط 9 من العناصر الإرهابية المنتمية لما يسمى بتنظيم لواء الثورة، والذي يعد أحد الأجنحة المسلحة لتنظيم الإخوان الإرهابي المسؤول عن ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، وفي مقدمتها استشهاد العميد أركان حرب عادل رجائي. ويتضح من خلال تلك الجهود الجبارة القائمة على أسس علمية وبحثية متقدمة أنه لولا جهود الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة في التعامل الحاسم والسريع مع تلك المخططات لتضاعفت أعداد الهجمات الإرهابية وتزايدت أعداد الضحايا خاصة من المدنيين بعد أن جنحت العناصر الإرهابية لاستهدافهم. في إطار تطوير وزارة الداخلية للمنظومة الأمنية والخدمات المقدمة للمواطنين، فقد تم افتتاح 12 مقرا جديدا للأحوال المدنية بعدد من المحافظات. لتطوير الخدمات الجماهيرية التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين وبخاصة خدمات الأحوال المدنية، وتنفيذا لخطة تطوير الأداء بقطاع مصلحة الأحوال المدنية للوصول بالخدمة لكافة بقاع الجمهورية، فقد تم افتتاح 12 موقعا جديدا للأحوال المدنية، منها سجل مدني حلايب الرئيسي بمجمع شرطة حلايب بالبحر الأحمر لخدمة أهالي المنطقة، مع تزويده بالتقنيات الحديثة لاستخراج الأوراق الثبوتية في أقل وقت ممكن. سجلات مماثلة تم افتتاحها بمحافظات الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، بني سويف، سوهاج وأسيوط والغربية. كما تم تطوير ورفع كفاءة 5 سجلات مدنية بالقاهرة والدقهلية والغربية من خلال تزويدها بخاصية النداء الآلي وتزويدها بالتقنيات الحديثة التي تتيح استخراج الأوراق الثبوتية في ذات اليوم للتيسير على المواطنين. ويأتي هذا في إطار تطوير وزارة الداخلية للمنظومة الأمنية والخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين وتلافي المعوقات التي من شأنها زيادة التكدس والازدحام عند استخراج المحررات الرسمية. نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة حفلا خيريا لتقديم الهدايا والمساعدات العينية لعدد من أسر السجناء والمفرج عنهم بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية وعدد من الوزارات المعنية. ما بين هدايا عينية وأخرى تدر دخلا على أصحابها، تنوعت المساعدات المقدمة لأسر المسجونين والمفرج عنهم، مساعدات من وزارة الداخلية ممثلة في إدارة شرطة الرعاية اللاحقة وبالاشتراك مع الجمعيات الخيرية. وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة تم تقديم هذه المساعدات ل270 حالة، منهم 127 من المفرج عنهم. بنقدم لهم النهاردة مساعدات عينية، والمساعدات دي بتتركز تتمثل في أجهزة كهربية وأدوات منزلية وبعض المواد التموينية. ده كله بالتنسيق طبعا مع الجمعيات الأهلية والخيرية وقطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، وبنركز على المساعدات المنتجة زي التروسيكلات أو مكنات الخياطة، الحاجات اللي هي بتدري عليه دخل شهريا يعني عشان أسرته وأولاده. إذا كانت واحدة ممكن تعلم خياطة بنعلمها الخياطة، إذا كان واحدة ممكن عايزة تشتغل على مكنة بنجيب لها المكنة. بعض أوقات بتجيب تلاجات وبتجيب بوتاجازات وبتجيب غسالات برضو علشان الناس برضو اللي هم مش قادرين. هم بسطاء أرادوا إصلاح ذاتهم والحصول على رزقهم من حلال بعيدا عن طريق قد يقودهم للسجن مرة أخرى، فلجأوا إلى الرعاية اللاحقة التي لم تألو جهدا في الاستجابة لهم وإعانتهم على تنفيذ مشاريعهم أو المساهمة في تخفيف أعباء الحياة عنهم بمساعدة دورية وعينية. استجابوا وشافوا طلباتي إيه، وطلبوا تروسيكل، قالوا لي لازم تكون معك رخصة، ومن التالي حولوني لإدارة المرور ساعدوني إن أنا أعمل رخصة موتوسيكل، وبعد كده قدموا لي وجيت استلمت كده هنا النهاردة. عندي طفلين في مدارس، فطبعا حاجة زي كده هتقدر تساعدني إن أنا طبعا أستمر في السوق وأكل عيش باجتهاد وبشرف. وهنبدأ إن شاء الله يعني بإذن الله صفحة جديدة، ومش هنرجع تاني للسجن ولا الكلام الفارغ دوت. بقدم باخد وباخد كرتونه وباخد كل حاجه ومفيش اي حاجه خالص. قدمت على مكنه خياطه عشان خاطر اشتغل عليها واساعد في البيت، وبتشكل لهم يعني ان هم ادوها لي على طول. قد يكون هؤلاء ضلوا الطريق يوما، لكنهم في النهايه وجدوا المساعده التي تضيء لهم حياتهم نحو مستقبل افضل، فيد الرعايه اللاحقه ممتده لهم دوما للمساعده. نك رسالتنا.
هاتفيا ان مشاهدينا ينضم الينا نائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب. سياده النائب اهلا بحضرتك. اذا كانت لكم زياره للسجون للكشف عن طبيعه حقوق الانسان، ما الذي لمستموه من خلال مجهود وزاره الداخليه للحفاظ على هذا الامر وحقوق السجناء في داخل السجون؟ يعني الحقيقه طبعا احنا لازم ناكد على ان وزاره الداخليه قطاع حقوق الانسان لا تلجا في ان هي تحقق الحد المطلوب او المعيار المطلوب لحقوق الإنسان لكل المواطنين، سواء المواطنين ترددوا على الإسلام سواء المواطنين اللي بترددوا على السجون. والحقيقة احنا النهاردة يمكن كنا في زيارة تحديدا لسجن الأناصر رجال ونساء، واتقابلنا مع بعض السيدات وبعض الرجال، كلمنا عليهم على طريقة المعاملة من الضباط، طريقة العلاج، ايضا طريقه الوجبات اللي بتقدم ليهم. والحقيقه هم اكدوا على انهم بيلقوا اهتمام كبير جدا لم تشهده الوزاره من قبل. طيب كنا عايزين نتعرف من حضرتك اكتر على اهم مهام لجنه حقوق الانسان في مجلس النواب. هل من تشريعات جديده في المجلس في هذا المجال؟ استاذ محمد احنا الحقيقه احنا تشريعاتنا متعلقه كلها بحقوق الانسان. اصدرنا القانون المتعلق بالمجلس القومي لحقوق الانسان. الحقيقة عندنا قانون مقدمينه دلوقتي مع مجموعة من زملاء النواب في اللجنة، وهو القانون المتعلق بحقوق المرأة وخاصة فيما يسمى بالعنف الإداري ضد المرأة، لأن العنف الإداري ضد المرأة الحقيقة مش احنا بنتكلم على العنف الجسدي أو زواج القاصرات فقط، ولكن نتعرض للعنف في التمييز للمرأة عن الرجل في بعض الوظائف الإدارية، تمكين المرأة. وتشوف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار بأن عام 2017 هو عام المرأة ويجب أن تمكن المرأة من المناصب القيادية في الدولة. عندنا داخل البرلمان 90 امرأة ممثلين، وعندنا أصبح عندنا 6 وزارات دلوقتي وزيرات بتحتل أهم من أهم 6 وزارات في الدولة. وبالتالي احنا قلنا لازم يكون في قانون يساعد الدولة ويساعد السلطة التنفيذية على القيام بذلك. ايضا هناك قوانين متعلقه ايضا باطفال بلا ماوى بندرسها حاليا الان وبنقوم على تاسيسها. ايضا هناك بعض القوانين الاخرى المتعلقه بتغيير شروط الحبس الاحتياطي، نظرا لان شروط الحبس الاحتياطي بتؤدي في الاخر الى مزيد من عدد المحبوسين احتياطيا. عايزين نختصر الحبس الاحتياطي، يبقى في بعض الجرائم المتعلقه بالارهاب، المخدرات، السلاح، ونستبدل شروط الحبس الاحتياطي ببعض اجراءات اخرى مثل التحافظ عليه بمنزله، منعه من السفر لحين انتهاء التحقيقات، غرامات العاليه او الكفالات العاليه. دي بعض القوانين اللي احنا شغالين عليها. وعندنا زيارات خارجيه ايضا، هذه الزيارات هتكون طبعا لبعض الدول الاوروبيه لشرح وجهه النظر الجانب المصري في حقوق الانسان، التطور في حقوق الانسان. مش بنقول احنا ما بنتكلمش على الحقوق المدنيه والسياسية فقط. يمكن الزيارات الخارجية دي سيادة النائب مهمة جدا الفترة دي، لأننا شايفين بعض الجهات وبعض المنظمات الدولية تدعي بانتهاك حقوق الإنسان في مصر. صحيح. الحقيقة يعني أنا اللي بلاحظه في الفترة الأخيرة أنهم بيدعوا انتهاك حقوق الإنسان فيما يتعلق وما يرددونه من تعذيب أو اختفاء قسري، ولما يتحدثوا مرة واحدة عن حقوق الاقتصادية والاجتماعية. يعني لما يبقى في بلد ظروفها الاقتصادية زي ظروفنا وبيعملوا مثلا مساكن زي الاسمرات وغيط العنب للناس الغلابه، ما تحدثوش عليها، دي ايجابيه مثلا. ما تحدثوش عن عاصمه اداريه جديده اللي هتوجد 7 مليون فرصه عمل. لم يتحدثوا مثلا عن المزارع السمكيه اللي بنعملها جديد. كل ده بالطبقه الفقيره والمتوسطه. لما تحدثوا على هذه، ما تحدثوش مثلا على قوانين المتعلقه مثلا زي برنامج تكافل وكرامه اللي هي الدوله بتدي لاكثر من 1,750,000 مواطن مرتبات لمجرد انهم. هذه كانت كلمه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الاخيره لفرنسا، عندما قال ان من يتحدث عن حقوق الانسان فقط يتحدث عن الحقوق السياسيه ويغفل باقي الحقوق. نشكرك سياده النائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق الانسان في مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.
قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في انفجار سيارتين ملغمتين ببنغازي شمال شرق ليبيا. وقال المتحدث باسم الغرفة الأمنية المركزية في بنغازي، قال إن نائب رئيس جهاز المخابرات أصيب بإصابات خفيفة جراء هذا الحادث. أكد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أن هناك طريقة واحدة لمرافقة الليبيين في مكافحة الإرهاب، وهي إعادة الاستقرار وتدريب قدرات أجهزة الأمن في دول المنطقة. ورفض الوزير تصريحات تورط الجزائر في تدخل عسكري في دول الجوار، محذرا من توجه 6000 داعشين إلى ليبيا. وأشار مساهل إلى أن فتح الحدود البرية مع بعض الدول المجاورة غير وارد، وشدد على أن بلاده اتخذت جميع احتياطاتها للحفاظ على سيادتها واستقرارها الأمني. خاطب مجلس النواب الليبي جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة للتحقيق في واقعة خرق تركيا لقرارات مجلس الأمن ومحاولتها لتهريب متفجرات لمدينة مصراتة. وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق، قال إن البرلمان قرر تشكيل لجنة للسفر إلى اليونان لمتابعة التحقيقات في هذه الواقعة. إصدار قرار بتشكيل لجنة للسفر إلى دولة اليونان. هذه اللجنة مشكلة من معالي النائب الثاني لفخامة رئيس مجلس النواب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، رئيس لجنة الداخلية، ورئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب. أولا لتقديم الشكر للسلطات اليونانية باسم الشعب الليبي على ضبط هذه الشحنة، شحنة الموت التي كانت قادمة إلى ليبيا. كذلك متابعة التحقيقات والوقوف عليها عن كثب ما وصلت إليه السلطات اليونانية بالخصوص لمعرفة من يقف وراء هذه الشحنة تحديدا، وتقديم واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات في هذا الخصوص وتقديمها لمجلس النواب. تم أيضا اليوم مخاطبة رئيس مجلس الأمن الدولي حول شحنة المتفجرات، وكذلك جامعة الدول العربية وأيضا الأمم المتحدة حول خرق قرارات مجلس الأمن التي للأسف تطبق فقط على القوات المسلحة والجيش الشرعي الذي يحارب الإرهاب، في الوقت الذي نرى مثل هذه الشحنات ترسل إلى الشعب الليبي لضربه وقتله. بصلف إن لم تأبه تركيا بوقف التصعيد العسكري في سوريا وسحب قواتها التي انتهكت الأراضي السورية في عفرين، واستمرت في ممارساتها التي ندد بها الأمين العام لجامعة الدول العربية وشجبتها الأمم المتحدة، ودفعت أكراد سوريا لإعلان النفير العام في وجه العدوان التركي. محاولات مستمرة من تركيا لفرض السيادة السياسية والعسكرية على سوريا بعد أن ضربت بالمواثيق والقرارات الدولية عرض الحائط، واتخذت من عفرين منفذا جديدا لإبقاء الحرب الأهلية في سوريا مشتعلة على أشدها. يسقط أردوغان الخائن، يسقط. ودفاعا عن عفرين، أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا حالة النفير العام ودعوة كل الأكراد في سوريا إلى حمل السلاح في وجه العدوان التركي. ففي السياق، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها سترسل مزيدا من المقاتلين إلى عفرين إذا اقتضت الضرورة. نحن في إطار الرؤية لإمكانية إرسال المزيد من القوات العسكرية حتى إلى منطقة عفرين من أجل صد العدوان التركي الموجود هناك. الجامعة العربية وعلى لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط أعرب عن انزعاجه إزاء التدخلات التركية في سوريا، مؤكدا رفضه المبدئي لتدخل القوات التركية في سوريا. الأمين العام أكد أن التدخل التركي يمثل حلقة إضافية في سلسلة ممتدة من التدخلات الإقليمية والدولية على الساحة السورية لأطراف لا تنظر سوى لمصالحها ولا تلقي بالا لمعاناة الشعب السوري. أما الأمم المتحدة فقد أعلنت أن العملية العسكرية التركية في عفرين تسببت وحتى الاثنين بنزوح نحو 5000 شخص. وعلى الرغم من هذا، فشل مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة لبحث التصعيد في سوريا في إصدار أي بيان أو قرار بشأن العملية التركية في عفرين. ميثاق الأمم المتحدة حظر في فصله السادس استخدام الخيارات العسكرية إلا في سياقات يحددها مجلس الأمن، ورغم ذلك وكعادتها لم تأبه تركيا للمجتمع الدولي وقوانينه وتسير وفق قانون خاص بها لا يحترم أعرافا أو إنسانية.
بينما يستعد العراق للانتخابات تحول حلفاء الأمس لفرقاء اليوم، حيث دخل 147 حزبا سياسيا في 27 تحالفا انتخابيا من إجمالي 205 أحزاب تخوض الانتخابات. لتتغير بذلك خريطة التحالفات السياسية وتنقسم المكونات الأساسية الثلاث للدولة العراقية وهي الشيعة والسنة والأكراد لتلقي تلك الانتخابات بظلالها حول المشهد السياسي والميداني وتفتح الباب أمام جميع السيناريوهات. قرر مجلس النواب المصادقة على تحديد 12 من آيار موعدا لسنة 2018 موعدا لإجراء انتخابات مجلس النواب. قضي الأمر وتوافق البرلمان العراقي بالإجماع على إجراء الانتخابات النيابية في 12 من مايو المقبل، ليتجه العراقيون لرسم عراق ما بعد داعش الذي لم يعد بالتأكيد كما كان عليه قبله، والذي صارت أبرز ملامحه هو انقسام القوى السياسية الثلاث التي تشكل الدولة العراقية وهي الشيعية والسنية والكردية. الانقسام لم يترك أحدا، فالقوى الشيعية تدخل الانتخابات بما يقرب من 71 حزبا وتنظيما، وقد توزعت محاورها على المكونات الكبرى الثلاث بعد أن انقسم حزب الدعوة الحاكم إلى خطين متنافسين، يقود الأول رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي تحت اسم ائتلاف النصر، ويقود الخط الثاني نائب رئيس الجمهورية نور الملكي باسم قائمة ائتلاف دولة القانون، وثالث المكون الشيعي حزب الاستقامة الذي أسسه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في ديسمبر الماضي، والذي يخوض الانتخابات مع عدة أحزاب مدنية تحت اسم السائرون. المكون السني من جانبه يخوض الانتخابات بأكثر من 50 حزبا وكيانا سياسيا بعد أن تشرذمت مكوناته بعد تحرير مناطق غرب العراق التي تمثل مراكز قواعد الانتخابية ونزوح المواطنين بسبب العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي، لتتشتت القوى السنية بين ائتلاف الوطنية العابر للطائفية مع نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي وائتلاف سني سني بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجفي. والأكراد أيضا انقسموا بطبيعة الحال بعد الاستفتاء الباطل لاستقلال إقليم كردستان العراق، فالتحالف الكردستاني الذي يملك 60 مقعدا في مجلس النواب الحالي لم يعد بشكله التاريخي قائما وانسحبت منه أغلب مكوناته، وما تبقى هو الحزبان الكبيران للاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني واللذان يخوضان الانتخابات بقائمتين منفصلتين، فيما انضوت أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة بالإقليم في قائمة موحدة. الخارطة العراقية التي احتفظت بحدودها الجغرافية وبقيت تحافظ على حقائق الديموغرافيا، هل تستطيع أن تحافظ على تماسكها السياسي في أعقاب الانتخابات التي سيخوضها 205 أحزاب في 27 تحالفا انتخابيا، أم ستكرس الانقسام؟ الإجابة تنتظر كلمة الصناديق. حصادنا مستمر، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بحضراتكم من جديد. أهلا بكم. أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية أن تهنئة الرئيس السيسي لجميع المصريين في بداية العام وزيارته للكاتدرائية الجديدة بالعاصمة الإدارية أسعدت جميع المصريين. وخلال زيارته لمؤسسة الأهرام أعرب البابا تواضروس عن امتنانه بتكفل الدولة بإعادة بناء وترميم الكنائس، داعيا جموع المصريين لزيارة الأديرة القبطية للتعرف على جزء أصيل من تاريخ مصر. افتتح وزير الموارد البيئية والري الدكتور محمد عبد العاطي الملتقى الثالث للمياه لدول البحر المتوسط والمنعقد في القاهرة في الفترة من 22 إلى 24 من يناير الجاري. كفرصة هامة لتبادل الخبرات والتعاون المشترك والبناء بين العاملين في مجال إدارة الموارد المائية من دول حوض البحر المتوسط، انطلقت فعاليات الملتقى الثالث للمياه لدول البحر المتوسط والمنعقد لأول مرة في مصر على مدار يومين. محاور المؤتمر، احنا في المؤتمر ده بنضع رؤية مشتركة لدول البحر المتوسط
حتى يمكن إرسالها أو نقلها إلى المنتدى العالمي للمياه في البرازيل مارس القادم. أهم حاجة بنأكد عليها هي ندرة المياه في البحر المتوسط، التعاون الذي لابد أن يستمر بين هذه الدول، نقل التكنولوجيا من الشمال للجنوب، التدريب المستمر، تبادل الرؤى باتجاه نقل هموم وتحديات منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما سمعت اليوم أنها منطقة مميزة ومستقلة، وهي تعاني أيضا كثيرا من شح المياه ومن تحديات المياه، سواء من آثار التغير المناخي أو الهجرات أو العمليات التي لها علاقة في تزويد المياه بصفة مستدامة. تضمنت فعاليات المؤتمر جلسة عامة ناقشت التحديات والفرص التي تواجه دول البحر المتوسط في مجال المياه، إلى جانب معرض للشركات المتخصصة في مجال الموارد المائية الذي يعكس التقدم التكنولوجي لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه. في 6 مواضيع، منها الأساسيين هو تغيير المناخ، هو الصرف الصحي، هو الأوربان ديفلوبمنت، هو الفاينانسينج، فهمت؟ هذوما معناها من المواضيع الآن أن يكون عندهم انعكاس على البلدان، ويكون انعكاس على المشاريع الجهوية في ميدان المياه. التغيرات المناخية والمشاكل البيئية هم أهم التحديات التي اجتمع من أجلها ممثلو لدول البحر المتوسط بهذا الملتقى للخروج بأفضل الحلول الممكنة للحفاظ على الموارد المائية كونها أمنا قوميا لهذه الدول. دينا حويدق، أونلاين. الآن لنا هذه الوقفة مع درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء مع الزميلة نيرفان العبد، نتابع معها. أهلا بكم مشاهدي اللايف وإلى نشرة جوية جديدة ليوم الأربعاء. طقس بارد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل جنوبا نهارا وشديد البرودة ليلا، ورياح معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية. وننتقل إلى درجات الحرارة في محافظات مصر ونبدأها بالقاهرة، حيث تسجل الكبرى 19 والصغرى 11 والأجواء غائمة طوال اليوم. أما في الإسكندرية تسجل الكبرى 16 والصغرى 12 والجو ممطر بنسبة 40% نهارا وصافي ليلا. أما في بورسعيد تسجل الكبرى 16 والصغرى 11 حيث الأمطار نهارا والصفاء ليلا. أما في أسيوط تسجل كبرى 21 والصغرى 8 والأجواء صافية نهارا وليلا. وفي المنيا تسجل كبرى 21 والصغرى 10 والجو صافي نهارا وليلا. أما في شرم الشيخ تسجل كبرى 22 والصغرى 15 حيث الصفاء طوال اليوم. وفي أسوان تسجل كبرى 22 والصغرى 10 والجو صافي نهارا وليلا. وفي الأقصر تسجل كبرى 22 والصغرى 8 حيث الأجواء الصافية. أما في حلايب وشلاتين تسجل الكبرى 25 والصغرى 18. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية، ونبدأها بالعاصمة العربية القدس، حيث تسجل الكبرى 11 والصغرى 6. أما عند دمشق تسجل الكبرى 13 والصغرى 5. وفي الرياض تسجل الكبرى 27 والصغرى 11. وفي طرابلس تسجل الكبرى 18 والصغرى 12. أما عن الجزائر تسجل الكبرى 19 والصغرى 8. وأخيرا في أبوظبي تسجل كبرى 22 والصغرى 16. وإلى هنا مشاهدين انتهت نشرتنا، وإلى اللقاء. إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حصادنا لهذه الليلة. فقط نذكركم بالعناوين: بعد مخالفته للقواعد العسكرية الوطنية للانتخابات تستبعد سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين. قتلى وجرحى في انفجار سيارتين ملغومتين ببنغازي ليبيا. تركيا تواصل قصف عفرين والأكراد يعلنون النفير العام. أخبارنا تتجدد على رأس كل ساعة، وتتابعون مزيدا من أخبار أونلايف عبر صفحتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك وتويتر الظاهرة أمامكم على الشاشة. شكرا للمتابعة، أعود وألتقيكم بعد قليل.